أما الآن فمع أخبار المال والأعمال إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا حكمة عبد الحميد، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة محلية وأيضا عالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقال التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين التي شددت على أن عمليات الجرد التي تتم بمخازن الشركتين لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية. وأكدت الوزارة أن نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضي وصلت إلى 100%، مشيرة لتكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق لضبط المخالفات. أشاد مسؤول العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بإطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. الكتاب الذي أطلقته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. في تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية العراقية، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منها العزيز الخباز، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى. التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع بعض قيادات الوزارة وبحث معهم الخدمات المقدمة للفلاحين بجودة عالية. وشدد الوزير على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه، مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة، مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة، مؤكدا الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية، كما شدد على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية. أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. يأتي إطلاق المنصة في إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات العصر لترسيخ مكانة مصر لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميا وعالميا. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران أن الهيئة دائما ما أعطت المثل والقدوة في التوجه نحو الاستدامة ونموذجا في الالتزام بما يصدر عنها من قرارات لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي. وكشف رئيس الهيئة الرقابة المالية عن انضمام عنصرين من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وهما المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب رشا راغب، وعضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات ماريان عازر. كما تم تعيين مستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل ماريان قلدس مديرة تنفيذية للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ومستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة سينا حبوس مديرة تنفيذية للمركز الإقليمي للاستدامة.
تابع وزير إسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها منطقة الأعمال المركزية ومشروع الحدائق المركزية والحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس والحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة وغيرها. وأشار وزير الإسكان إلى قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علما بأنه سيبدأ تسليم الابتدائي لبعض الأبراج نهاية العام الجاري، على أن يتولى تسليم باقي الأبراج تباعا. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر يوليو بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. ربح رأس المال السوقي حوالي 5 مليارات و300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 672 مليارا و684 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 87%، ليغلق عند مستوى 10345 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة. EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة. الأسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي حوالي 15.61 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 18.52 جنيه للشراء و 18.68 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الاسترليني وصل سعره إلى 21.57 جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع. وقع بنك الاستثمار الأوروبي على أول شريحة قرض مرتبط بالاستدامة لصالح إيطاليا بقيمة 300 مليون يورو، حيث تصل قيمته الإجمالية إلى 600 مليون يورو. أوضح بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يعد الأول من نوعه المرتبط بالاستدامة، التي تتعلق بتحقيق هدف مجموعة البنك الاستثمار الأوروبي المتمثل في الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة التنمية المستدامة للعمل المناخي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرغدة وحكمة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.